التأمين الصحي ذكر علماؤنا وفقهاؤنا جميعا أنه لا يجوز، بل ذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله أنه أشد حرمة من الربا، والربا في الحديث 72 بابا، أدناها مثل أن يزني الرجل بأمه في وسط الطريق أمام الناس، ده أقل نوع من شنو يا جماعة؟ أقل نوع من الربا. يعني أعلى نوع حيكون كيف؟ يلا، التأمين أشد حرمة من أعلى نوع من الربا. لماذا؟ قال العلامة ابن عثيمين: لأنه ميسر، وقد قرن الله الميسر في القرآن بعبادة الأوثان. تأمين ميسر حرام، وفيه غرر حرام، خلاص. أما لو في حاجة بيدفعوها، بتدفع الحكومة، أنت ما بيخصموا منك، حكومة بتدفعها وتعالجك بيها، ما في مشكلة. لكن كونه يخصم من راتبك أو تدفع من راتبك جزء ولو 1% شهري أسبوعي سنوي ويعالجوك بيها، ده ما بجوز. عرفت الفهم كيف؟ ما بجوز نهائي. ولا أي تأمين مجد صحي براه، أي تأمين على السيارات، على الحياة، على البيت، على غيره، ما بجوز. لكن الآن في شيء اسمه التأمين شنو؟ الإجباري. ده أنت مجبور فيه، مجبور، الذنب ما عليك لأنه أنت في ضرورة. لو ما أمنت ما برخصوا لك مثلا العربية حقتك. العلماء قالوا لأنه أنت مجبور وفي ضرورة أمنه، لكن ما تمشي تأمن الشامل الثاني ذاك، لأنه ذاك أنت ما في ضرورة، ما مجبور. نعم. ولا تأمن الصحي. ومن يتق الله يجعل له مخرج. يقول لك طيب يا أخي العلاج بغالي، وهلو ما أمن العالج كيف؟ تأمين ده جابوها هسه، اخترعوها هسه دي، صح ولا ما صح؟ زمان كان فيه أستاذ؟ زمان كان فيه؟ ما في. زمان قبل 10 كم سنة ما في أصلا شيء اسمه تأمين ذاتي في الوجود. الناس كان بيتعالجوا ولا بيتعالجوا؟ بيتعالجوا. والناس اللي بيحللوه ده، الشيوخ اللي بيحللوه، ما بيحللوه بعلم، إما بجهل أو مجاملة للناس. إما يكون واحد عامل فيها شيخ وجاهل، رابط عمة ودكتور فلان وجاهل ساكت ما قرأ دين، ده يحلل وجاهل. أو يكون بيحلل وعارف حرام لكن مجاملة للناس، زي ذاك جابوه قالوا لها المصافحة كيف؟ طبعا عاين كده لقى جماعة عندهم دقون، عاين كده لقى جماعة، لو قال كده بزعل ديل، لو قال حلال ديل بزعل، لو قال حرام العوام ديل بزعل. قال لي لايقة، قال إذا هي داخلة، قال أنت جاي الداخل ما تمد يدك، أما إذا هي داخلة ومدت يدها ما تحريها. دي فتوى ذاتها عجيبة جدا، ما أنزل الله بها من سلطان. ليه؟ لأنه ده يرد ديل، وده يرد شنو؟ ديل. شنو؟ أي ما إذا الحكومة هي اللي بتعالجك، بعدها سموه تأمين، سموه مساعدة، سموه تكافل، سموه صدقة، سموه سنة علاجي، سموه مجاني، الإسم ده ما مشكلة كبيرة، وده حلال إذا هي بتدفع بس. لكن إذا أنت شغال في شركة ولا في مصنع وبيخصموا منك جزء، وهم بيدفعوا جزء، ناس المصلحة دي أو الشركة أو غيره جزء عشان تتعالج به وكذا، ده ما حرام أصلا، ده أشد حرمة من الربا.